قم أصرخ إلى إلهك، قم أصرخ إلى إلهك، قم أصرخي إلى إلهك. إيه اللي تعبك؟ إيه اللي تعبك؟ الخطية ولا العالم ولا المستقبل ولا قلة الفلوس ولا قلة الشغل ولا الشهوة ولا العين اللي ببص بيها ولا أعضائك المشتعلة شهوة؟ إيه اللي تعبك؟ قم أصرخ إلى إلهك، عسى الإله أن يفتكر فينا. وإحنا متأكدين أن كل الذين نظروه استنار ووجوههم لم تخزى. ارفع إشارة الإنقاذ، انقذني يا رب. لكن تسيب نفسك هتتاكل. إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو. أنت كسلان وما عندكش نفس وكسلان، ليه ما بترفعش قلبك وتقول له يا رب انقذني من الكسل؟ طب ما عندكش اشتياق تتقابل مع المسيح، قل له اديني اشتياق اتقابل معاك. هل لم تسمع من قبل رؤية 23؟ أنا زواقف على الباب أقرع، أرقى من طرقات الله على قلبك. تعال يا رب ادخل قلبي، استلم حياتي. صرخة انقاذ، انقذني. انتظر ايه عشان تصرخ ان الله ينقذك؟ انقذني يا رب من اللي انت بتعمله في السر، انقذني يا رب من قيودي، انقذني من موتي، انقذني من استهتاري، انقذني من السرقة، انقذني من البطر، انقذني يا رب من الامور اللي انا بعملها في امور غير مستقيمة، انقذني يا رب. الله ينقذك. ضع في قلبي اشتياقات جديدة. ليه عندنا برودة روحية؟ مش مشتعلين ليه؟ النهاردة كم الشر زاد قوي قوي، كم من الناس اللي عندها إباحية كتير قوي، كم من الناس اللي بتسعى ناحية الخطية ملهاش حل، ويقول لك أنا مش بقدرش أبطل. ما تقولش كده من فضلك، ما تقوليش كده. أنا أقدر بالمسيح الذي يقيم من الموت أن ينقذني. انقذني يا رب، انقذني يا رب، انقذني يا رب. الله يعطيك اليوم انقاذ، ولا تعود مرة أخرى تشتاق للضعف، والنعمة يفتح والبنت تقوم، بنت ييروس طبعا، والموج يهدى والمية تخرج من السفينة ويصير هناك اشتعال غير عادي. نداء أوجهه للكل، للخدام وللمخدومين، للكل. صرخة انقاذ، انقذنا يا رب. سفينتك يا حبيبي بتغرق، سفينتك يا بنتي بتغرق. خلى الله يقوم ينقذك، الأمور تشتعل من جديد. إنما تأكد حينما ترسل استغاثة للمسيح ستنقذ، لأن المسيح موجود حوالينا في وسطنا. عمانوئيل إلهنا في وسطنا. هتنقذ 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 في قلبك، هتاخد إرادة جديدة وقوة جديدة وتشجيع جديد، وتتنقل نقلة جديدة. يا حرام على اللي ما دقش المسيح، يا بخت اللي داق المسيح. يا حرام اللي لسه غرقان في الدنيا، يا بخت اللي مسك العوامة طوق النجاة وعدى. يا بخت اللي مسك المسيح، يا بخت اللي سمع وصدق وطلب والله اداله. من فضلك ما تفوتش رسالة واضحة جدا ليك، وأقول لك أدعوك إنك مش بس تاخدها ليك، روح قولها للي حواليك. مستعد المسيح ينقذ حياتنا. لإلهنا بكل مجد وكرم الأبد.